صحابي عاملين ايه؟ حلوين يا كتاكيت. عاملين ايه في الامتحانات والانتخابات واللازم منه؟ انا النهارده معايا ضيفه جميله جدا وانا كمان بحبها وانتوا كمان بتحبوها. هي بكابوزة السينما المصريه. هي البكابوزة السينما المصريه وفاكهه الكوميديا العربيه. هي الفنانة النجمة مع أحمد. بشكرك جدا علشان قبلتي دعوتي الليله. يا حبيبتي انا اللي بشكرك جدا ان انت فكرتي فيا وقلت لهم انا عايزه طنط مها. وبشكرك جدا اكتر ان احنا لابسين زي بعض والواننا متناسقه مع بعض. فانا خايفه الجمهور بقى يعرف ان يعني ان انا سالفه منك الطقم ده ولا حاجه. اوعي تقولي له. ماشي. مش هتقولي؟ مش هقول. بس انا عايزه اقول لهم بقى ان انا استلفت منك الطقم ده وقعدت بقى اضيق فيه واقصر فيه عشان بقى يبقى على قدي. بما اني ارفع منك يعني. انت جاهزه؟ جاهزه؟ لا مش جاهزه. انا لسه. ليه بقى؟ بقالك 3 ساعات. عايزه اقيل شويه. ارتاح شويه يعني من المشوار. واقعد بقى كل شويه اكل كده واتغذى عشان اقدر بقى اقاوم البرنامج بتاعك. طب نجهز غدا ولا نشرب كوبايتين شاي؟ جعان بقى ولا تنام خفيف؟ ده شكلها كده عزومه مراكبيه. خلاص. لا. عشان خاطر احنا بنتكلم جد. خلاص انا ممكن اشرب كوبايه شاي. بس مش عايزه اكلفك بصراحه. انا حاسه ان انت بتتعبي قوي. بالسكر ولا من غير ولا سكر قليل ولا سكر مظبوط ولا شاي؟ صباعك يتحط على طول وتدوبي كده هيبقى زي السكر. ميرسي ربنا يخليكي. يا اختي يا ناس اعمل ايه؟ عايزه اوضحها. بصي عشان تبقى من بدايتها كده. انا متفقه كده مع بصراحه المخرجه. قلت لها انا اول ما هاجي البرنامج هعض جانا. ده مش معناه يعني ان انا متغاظه منك ولا حاجه، ده اصل انا لما بحب حد قوي 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 بفضل اعض فيه، اعض، عايزه اشبع. ولادي مقطعاهم عض. ينفع نلعب بلعبه؟ والله براحتك. انا من ايديكي دي لايديكي دي. طب نلعب لعبه او لا؟ او لا. ماشي نلعب لعبه او لا. يعني ما تقوليش لا ولا لا. اها. ولا تعملي كده ولا كده. امال اعمل ايه؟ ولا كده ولا كده ولا كده. ايوه ولا كده. يبقى مفيش لعبه. بس هتكسبي شوكولاتايه. اذا كان كده معلش انا ممكن ما اقولش حاجه خالص. لا انت ممكن تقولي احيانا. احنانا؟ ممكن. احنانا؟ وممكن. جايز. دايما. عفنيت. ما هو بما اننا هنقول احنانا نقول عفنيت. او جانن. 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 جانن نحبه وجانن لا. لكن يا روحي ان جيت للحق. بتنامي بالليل؟ احيانا. تلبسي باروكه؟ احيانا. لا مش كل شويه احيانا، غيري. طيب بتحبي الفلوس اكتر ولا بتحبي كامل؟ مجدي كامل اكتر. طبعا بحب مجدي كامل عشان هو اللي بيجيب الفلوس. انا قلت له قبل كده روحوا بوس هاتوا لوس. ما هو يجيب فلوس وبعدين انت تصرفي الفلوس. طبعا. امال انا اتخلقت ليه؟ عشان اصرف الفلوس بتاعت مجدي كانن. وتاكلي بيها وتشربي وتاكلي بيها اكيد وتشربي بيها. اهم شيء ان انا اكل بيها، ده مهم قوي. وتشربي بيها. شايف؟ واضح انك خاسه خالص. ربنا يسامحك. ماشي عايريني. ماشي. تشربي ملوخيه؟ بشرب ايه؟ ملوخيه.
لا بشرب محشي. هي الملوخيه بتشرب. على فكره انت خسرت بعدين. انا خسرت مين؟ فين ده؟ ده انت اللي عارفه ليه؟ عشان قلت لا. قلت لا صح. بس هديكي وان لايف. ممكن وان لايف. ممكن تخلعي جوزك؟ ايه؟ ممكن تخلعي جوزك؟ لا دي داخله تخرب البيت بقى. ممكن. انت لا انت جايه تهدي النفوس ولا ايه؟ ممكن تقولي ما ينفعش. مين اللي ما ينفعش؟ ايه؟ ما اقدرش عندي اتنين منهم. سي الاستاذ مجدي لا ما اقدرش اجي ناحيه سي الاستاذ مجدي. ده سيدي وتجراس. ابو عيالي. بص احنا عايزين نتفق اتفاق. السيد يعني؟ طبعا. سيدي وتجراس. بص احنا عايزين نتفق اتفاق، اللي هيغلط يعض التاني. وابقى انا كده حققت الحلم اللي انا جاي عشان. نتفق؟ ماشي؟ اتفق. احنا عايزين مناديل عشان اشيل الروش ده، انا هقطعك النهارده. كنت بطلة العالم في الجري؟ لا، في النفخ. غلطت تاني وقلت لا. غلطت تاني وقلت لا. تاني؟ تاني. طب عدي خلاص عدي. توديكي وان لايف. ماشي. انا مش عايزه اعضك بجد. يا ستي عضيني، انا عايزه انتقم. عايزاكي تعضيني عشان اتغاظ منك واعضك انا بقلب. بس خلي بالك عشان عضتي جامده شويه. ماشي. اللي هو يا ساتر. ياما. ما علينا ما علينا. انا عارفه ان عندك ابن اسمه عادل. ايوه. وعندي احمد. ربنا يخليهم لك يا رب. احكي لنا بقى كوارثهم في البيت، وازاي بتزعلي منهم، وازاي بتتعاملي معاهم، وازاي بيصالحوكي وكده. احكي لنا. احكي لكم بقى. بص يا ستي، مبدئيا كده انا دايما استخبلهم تحت السرير في الدولاب. عارفه بقى صاحبي كده وبعدين بس كبير قوي. كبير؟ مين اللي كبير؟ الدولاب. يعني بتعملي لهم عفاريت. ايوه عفاريت في البيت. وما اكون راضي عنهم قوي بقى. طب احمد عنده كام سنه؟ احمد اصل انا جبته وانا صغنونه قوي، يعني مش صغنونه قوي قوي يعني. احمد يعني 17. ما طب عادل 14. انت يعني انتوا جبتيهم وعندك سنتين؟ لا. إيه؟ لا انا جبت احمد. مش انت 19؟ اي صح انا 19. انت صح، انت بتحسبي صح. ايوه انا 19. انا كنت فاهمه غلط. ولا هم اولاد مجدي؟ ايه. لا بقى مجدي اللي ابوهم. بصي بقى، انا بمناسبه عادل واحمد يعني انا كنت عايزه اسالك سؤال، بس هو يعني سابق لاوانه، عشان انا بصراحه انا بحب اخطب لابني بدري بدري. فانا كنت عايزه اعرف يعني ايه مواصفات فتى احلامك، وهل انت مرتبطه ولا مش مرتبطه؟ علشان برضو هو عادل موصيني بصراحه، اصل بيتفرج على البرنامج بتاعك وعاجبه قوي. انا مرتبطه. ايه؟ يعني قوي قوي يعني؟ ما فكرش دلوقتي. اذا كنت بفكر ماشي، ما احنا متفقين. انت لسه يعني مش دلوقتي، بس عشان اجهزه يعني لازم اشوفه الاول. انت كل الكلام ده ما علينا ما علينا. بصي احكي لنا عن طفولتك. طفولتي؟ انا ما كانش ليا طفوله. لا كنت ايه يعني؟ في احكي لنا عن صحابك، يعني كنت بتلعبي معاهم ازاي؟ كنت بتروحي المدرسه ولا ما بتروحيش؟ بتزوغي مدرسه كتير ولا لا؟ يعني كده مثلا. لا طبعا. بتاكلي سندوتشات صحابك؟ ايه؟ لا ده انت بتوصي عليا بقى. ايه البرنامج اللي يجوع ده؟ لا بجد ما بيجوعش. بصي هو انا ما كنتش باكل سندوتشات صحابي، هو انا كنت بستلف منهم. يعني انا مثلا معايا سندوتش مكرونه، واحده معاها سندوتش حلاوه، نبدل يعني. اقول لها خدي حدقي، هي تقول لي خدي حلي، نخمس فيهم احنا الاثنين يعني كده. يعني هي تاكل حته وانت تاكلي حته كان في تعاون. تعاون في الاكل. زملائي. تعاون في الاكلات. ايوه كنا متعاونين جدا. ايه حكايه الرز اللي في المعهد؟ ماشي
ماشي، هتعملي بقى زي رامز جلال اما قاعد يعايرني بموضوع الرز. مش هقول. قولي. لازم تقولي. مرة ايه كنت بغير بقى على مجدي قوي، يعني كنا مرتبطين بقى وبنحب بعض، كنت بغير عليه جدا. ازاي بتغيري؟ ايه بغير يعني إزاي؟ يعني اما تيجي واحده مثلا تكلمه اتضايق، اتغاظ، اتخانق معاه، يعني. وبعدين ده مش معناه يعني ان انا ما عنديش ثقه في نفسي، لا ده انا كنت واثقه في نفسي قوي. محدش فهمني غلط. هو حد قال حاجه؟ لا يعني معلش انا بصحح بس المعلومه. ماشي. المهم فجت بنت بقى زميلتنا كانت جايبه بقى رز وحاجات كده معاها، فالمهم مجدي شافها، فمجدي شهم جدا بقى راح شايل معاها الرز وراح حاططه لها في العربيه بتاعتها. فانا اول بقى ما دخل في المعهد طبعا اتعصبت جدا واتضايقت، اتغصتي، فوقفت بقى قلت له ها وديت الرز. واتخانقت معاه. بيودوا الرز بقى ويجيبوا. لا هو المره دي وبس. ده هتعدي النفوس بقى. ما عملش كده تاني؟ انا حاسه ان البرنامج ده هيخرب بيتي صح. طب نلعب لعبه اتوبيس كومبلي. اتوبيس كومبلي؟ بصي هشرح لك اللعبة. ايوه. انت بتقولي اسم ولد وبنت وجماد، انا هختار لك مثلا حرف وانت تختاري لي حرف. ونقعد يعني انت تقولي لي حرف مثلا وانا اقول لك حيوان وبنت وولد وجماد و كنت بلعبها مع اولادي. اوكي. ونجيب ورقه كده وقلم؟ لا مش مشكله نجيب ورقه بالكده يعني. طيب نشوف. عايزين حرف الجيم ولد. حرف الجيم ولد؟ اسم ولد. جنى. جنى. ولد. ماني ذكيه. ولد بيقول بليز ما حدش يقول بليز. يا جماعه بقى ما ينفعش الكلام ده. طب اقول انا. طب اقول لك انا؟ لا ليه، ما انا هقول انا اهو. طب ليه؟ ما تفكري. جميل. افكر؟ طيب خلاص. طب بنت. بنت؟ بنت غير جنى. بنت بحرف الجيم. بنت. بنت زي الاسم اللي انا قلته. زي الاسم اللي انا قلته. جميله. صح. طب اسم بلد. بلد. الله. هي هتقول لوحدها. ماشي. يعني اي بلد فيها حرف الجيم. جعليس. ما تمشيش. جوافة. جوافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة مصر. طب ممثل بحرف الجيم. جمال الشناوي. بصي عندي حاجة تانية. واحد صاحبك برضه. صاحبي؟ اه صاحبي. مجدي. مجدي كامل برضه يدي على جمال برضه. يدي على جيم صح؟ ممثلة. ممثلة؟ جميلة أبو حريد. طب ما علينا خلاص. برضو ما علينا؟ استأذنك. ينفع نطلع فاصل؟ لا احنا ينفع نروح بقى كفايه. وما خلصت البرنامج لسه؟ لسه ما خلصش. لسه بدري. لسه بدري؟ لسه هنلعب وي ونجري كاريوكي. ولسه هنمثل ولسه هنلعب اير هوكي وفي حاجات كتير. ده انا هبات بقى هنا في اللوج. هنتغدى وهنجيب طرط وحاجات. على فكره يا جماعه شكلها جعانه قوي. ماشي خلاص. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني في الليله مع جانا. ودينا رجعنا لحضراتكم تاني في الليلة مع جانا. مبسوطة قوي قوي ان انتي معايا. ونكمل لعبة اتوبيس كومبليت. نكمل. اوكي. اخر فرصة ليكي. حاضر. الحرف ده.
والحرف ده موجود هنا؟ اه اكيد، اللي هو حرف الالف. الف. قولي وانت مكشره ما نضحكش. الف ولد. ولد الف. احمد. ما تقوليش احمد. ماشي بلاش احمد، مش احمد. قولي عادل. عادل بالالف ازاي؟ حاجه بتبتدي بالالف. جد. جد يلا. جد كشري. اقفلي مناخيرك. اقفلي بقك. بنت. انتي خدتي الاعداديه ولا الابتدائيه؟ انا كنت بقول كده برضو. ايوه صاحبين عليا. وممثل. ممثل بحرف ايه؟ الالف. حسين فهمي. لا قمر المختار. شفتي اهو قمر. حد قال لها؟ حد قال لها ايه؟ لا حد قال لها. حد قال لها. حد قال لها. حد قال لها. طب تيجي نلعب وي احسن. الوي. طب اقول لك ايه، السنة عارفه ان الوي دي صعبه قوي. لا مش صعبه، دي سهله جدا. ينفع تقضيها شي وما نقضيهاش وي؟ انت تقضيها شي. لا بصي وي احسن. يلا وي. يلا يلا وي. يلا وي. تعالي شيليني بقى عشان اعرف اقوم. الكرسي اصلا مضايقني قوي. ساعد على الحرف. يلا يا بنتي. لا حطي ايدك هنا. يا رب يا نهار. انت اللي شلتيني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا كده رميته. الله. طب وانا 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 ما تلعبي دلوقتي. ما تلعبي دلوقتي. اعمل ايه؟ قولي. انت تلعبي دلوقتي. انا عايزه. انا لسه مش عايزين نفسنا. هو الوي ده بتاع ابوك اللي جابولك ده ولا ايه؟ انا عندي وي تانية. عندك وي تانية؟ طب ايه بقى؟ يلا انا بقى بنتي العبي. اهو انا دي. ايه ده؟ ما اعرفش ليه والله انا ما عملتش حاجه. انا اتغيرت. انا بعرف بالله انا ما عملتش حاجه خالص. طب نشوف. يلا العبي. بصي انت بتدوسي على البي وتعملي كده وتسيبي. ادوس على البي؟ فين البي؟ ما عنديش بي. بس صدقي ده هنا بي. بي كده. تدوسي على البي. ايوه وتعملي كده وتسيبي. الكره تقيله قوي. دوسي ايه؟ دوسي ايه؟ ادوس ايه؟ ايه؟ بعدين دوسي بي تاني واعملي كده تاني. ما تغلطي وحذفتيها على الجمهور. على الجمهور؟ سيبي. يا نهار ابيض انت هتقعدي وسط قلب ساعه. دوسي ايه؟ ايه تاني؟ ايه؟ اعملي كده. اعمل ايه؟ كده. دوسي بيه واعملي كده. بيه. يلا يا بيه. دوسي بيه واعملي كده وبعدين سيبي. يلا سيبي. سيبي. اسيب ايه؟ هتجننيني. 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 حرام عليكي. هوريكي حاجة. عايز العب. هوريكي حاجة لذيذة. وريني. بصي مش هي واسعة؟ حطي ايدك جواها. ماشي. وايه؟ افتحي كده. الحته دي افتحيها. انا الحته دي. دي اهي. افتحيها اهي وبعدين اعمليها مع على مقاسك كده. ليه؟ علشان لو البتاع ده وقع منك بس ما تكسرش. اخنق ايدي يعني كده. ماشي ماشي. اهو يلا العبي بقى. امسكيها كده والعبي. ادوس بيه. ايه ايه ايه؟ وسبت. سيبي. سبت اهو. لا موتيني. الله يكون في عون عيني يا احمد. ايوه. دوسي ايه؟ دوسي ايه؟ ومجدي كمان. هدوس ايه؟ ادي ايه؟ على فكره انا كرهت حرف الايه وحرف البي. دوسي. ما ينفعش ادوس سي؟ ما ينفعش. ما فيش سي. ما فيش سي. طب ايه؟ هو لحظه النطق البتاع. ايوه احنا هنغير. بصي
اشتري لي لعبة تانية عشان الموضوع ده فشلت بيه، ولا تلعبي مرة آخر مرة، بس لو شفتك هتلعبي كويس خليكي العبي. ماشي. بصي وهجيب لك شوكولاتة. ماشي. تدوسي بيه بعدين تعملي كده وتسيبي البيه. ماشي ماشي أهو. لما العيب بيجي يعمل كده بالكرة يبقى أنت تسيبي البيه. ماشي ماشي ماشي. أوكي نبتدي. يلا ريدي. يلا ريدي. قولي ريدي. ريدي جو. ماشي. أدوس إيه؟ لا بي. بي دلوقتي؟ إحنا في البي. تعملي كده وتسيبي وبعد لا يعني اقصد تدوسي هنا. اللعيب اول ما يعمل كده تسيبي البي. ماشي. يعني انت هتعملي كده اول ما اللعيب يعمل كده انت تسيبي البي. ماشي. يلا ستادي جول اهو. ادي البي. بي اول لعيب يعمل كده اهو. ها ماتي مسكت البي. لا على فكره على فكره اللعيب ركز بقى. فك البتاع اللي في ايدك. هفك. انا اتخنقت على فكره. انا هلغي اللعبه دي من البرنامج بسببك. يلا نلعب بير هوكي. على فكره فك لي البتاع دي. انا قررت مش هفكها لك. خليكي بقى مخنوقه. انا اللي جابني هنا. فكرت تعملي دي شبه قبل كده؟ ما فكرتش. انا اللي جابني هنا. بتحدفيها كده. حاضر. بتحدفيها كده. اهو. هيحدفي. اهو. يلا. اهو. يا دافي. اهو. يا دافي. يلا يا امي. ريدي. كلمتيني. استدي. ريدي. استني. يلا مش كده مش كده. هي كده خلاص. هي كده. لا بصي انت بتحذفيها كده 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 كده. انا كده غلبتك واحد وانت الصفر. ليه؟ ما علشان انا دخلت فيك جول. اذا كان انا اللي دخلت الجول. على فكره الجول دخل لوحده. دخل لوحده ازاي؟ هو بيعرف يمشي؟ اهو بصي بصي هو بيمشي لوحده اهو. انا مش لابسه حاجه. يعني مين اللي غلب الترابيزه؟ طب بصي سيب الترابيزه. انزل اللعب دي كلها. بصي بقى هغني لك اغنيه حلوه قوي ليك انت، وبعدين نغني بقى اللي انت عايزاه. اوكي. بس بعد كده هتغنيها معايا. يلا هات ايدك. يلا هات ايدك. اديني الاحساس. اديني الاحساس. ايوه ايوه دفيني بقى. ايوه امسكي ايدي كويس. ايوه كده. يلا اغني. ايه ده؟ يلا اغني. ماشي. حبيبه قلبنا ودي جانا بحبها يا اخواتي يا اخواتي انا جانا بحبها ترررب ده حبيبه قلبنا وجانا بكره تكبر وتروح المدرسه ويقولوا جانا شاطره ونمرها كويسه ده حبيبه قلبنا يا اخواتي بحبها يا اخواتي يا اخواتي انا جانا بحبها ده حبيبه قلبنا. حلوة؟ يلا قلديني بقى. ينفع قلديني بقى انا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ يلا قلديني يا اخواتي بحبها. انا كنت بغني كده. طب بصي يعني انا ما عنديش اغنية بصراحة. ايوه بس مش عارفة اغني ايه. كاريوكي. يلا كاريوكي. يلا نغني كاريوكي. يلا يلا غني كاريوكي. هنغني ايه بقى كاريوكي؟ ماشي. اتفضلي اقف هنا. هنا اهو كده؟ اتفضلي. جنب ال جنب ال جنب ال ماشي جنب ال. بصي بقى ما تزهقنيش من الاغاني. ما المفروض البتاع ده يسهل. يلا
يلا يلا زي بالظبط. انا قلبي بيه صرمة حتة بفكر فيك تقابلني في سكة قصادي تفوت باب انا على دكة ومش مظبوط حد يقول اعمل ايه ميت حتة افضل في مكاني ان شاء الله لستة الصبح بفكر فيك تقابلني في سكة قصادي تفوت باب انا على تكة ومش مظبوط افضل حد يقول لي اعمل ايه حكمني عليك ليه يا حبيبي من يوم ما قابلتك وانت في كوم والدنيا في كوم يا اخوي انا 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 وجسمي خلاص بتعدي في حتة انا قلبي بيتكسر من حتة افضل في مكان ان شاء الله لستة الصبح بفكر فيك لكم تاني مع الفنانة مها أحمد. أنا مبسوطة جدا إن أنتي معايا والله علشان أنتي صوتك فظيع وبتغني غناكي حلو هديكي أغنية تانية. ماشي خلاص وأنا مبسوطة قوي إن أنا معاكي. يلا أغني بقى. أغني بقى؟ أغني أقول إيه طيب؟ المرجحة. المرجحة؟ ماشي. يلا. بس هتغني معايا. زي المرجحة يوم تحت وفوق فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت ونقول السعد جانا ويا ريت ويفضل على طول الدنيا زي ما في ايدينا نفرح ونقول السعد جانا ويا ريت ويفضل على طول لو عجبك جرأة وتقول يا سلام انك حظك نتمنى لو روحك فوق والله من تحت خلاص كده خلصنا الاغاني كمان واحده طب انا لو زغرت انت هتزغرتي هتقلديني احاول هنحاول طب يلا
جانا. يلا نقعد نقعد. اتفضلي استريحي. اتفضلي. حاضر هقعد. ساعدك ولا تقعدي لوحدك؟ لا ساعديني برضو. اشمعنى ساعدتيني؟ شيلي شيلي. ايه ده؟ رايحة فين؟ المايك وقع. ماشي يلا وخلاص. طيب عشان ياكلوه. ايوه. ما بتحبي الاكل؟ دلوقتي لا. بعد التعب اللي تعبته ده كله لا. لا اكيد لا بحب الاكل. اه هل انت انسه؟ ايه؟ ابوكي كان قائد طبي. ماشي ما نعديها نعديها. سوري يا مجدي سوري يا مجدي. بقولك يا جنى ايه؟ انا ينفع استلفك شويه؟ عشان انا بحب البنات قوي. ينفع. ونفسي يبقى عندي بنوته. يا رب. يا اختي هتبقى حلوه كده ان شاء الله. ربنا يكرمك ببنوته اموره. يا رب. واكيد هتطلع شبك. احيانا. لا هتطلع اموره زيك. يا رب يخليك يا جنى. ولادك بيساعدوكي في البيت ولا بيبقوا نايمين في السرير؟ لا بيبقوا نايمين في السرير. ما حدش بيساعدني. بس انتي بتحبي تنامي كتير. اه مين اللي قالك يا جانا؟ مين الخنيس اللي قالك؟ انتي عارفه اكيد. آه لا مش للدرجه دي يعني. مش يعني قد مثلا 12 ساعه كده مثلا. بمناسبه الغنى الجامد اللي انتي لسه كنت مغنيه ده، بتحبي تسمعي مين؟ احب اسمع مين؟ سعد الصغير؟ لا ما بحبش اسمع سعد الصغير. بحب امثل مع سعد الصغير لكن ما اسمعش سعد الصغير. لا طبعا سعد حبيبي جدا. اغنيه سعد اللي بحبها قوي 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 ولانها ليها ذكرى معايا جامده جدا، اغنيه هتجوز. دي اغنيه كانت في فيلم اسمه لخمه راس، وكنت انا بتجوز بقى عمو احمد رزق، وسعد بقى كان بيغني لنا النهارده فرح يا جدعان. فانا بحبها قوي الاغنيه دي عشان الفيلم كمان بحبه جدا والفيلم نجح. طب ينفع تغني منها حتى بس خلصي كلام؟ طيب انت حافظاها ولا مش حافظاها؟ يعني طب هقول لك اه حافظاها. طيب. حته يعني انا اقول حتة. انا اقول حته وانت تقولي وراي. اتفقنا؟ اتفق. يلا هو المايك اهو. يلا هو ده المايك. ده حلو قوي المايك ده بيتاكل. اه خلاص ركز. يلا قربي بقى قربي عليا كمان شوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بقى ده بقى ده بقى. عايزه تقعدي تعالي كده. اه طيب ايوه حبيبتي كده. يلا النهارده فرحي يا جدعان. ده فرحي يا جدعان. النهارده فرحي يا جدعان. النهارده فرحي يا جدعان. عايز كله يبقى تمام. عايز كله يبقى تمام. لقيتها ماشيه. لقيتها ماشية مشيت وراها. لقيتها ماشية مشيت وراها. قلت ايه؟ مش فاكرة. قلت بعد اذن سعادتك. بعد اذن سعادتك. انا معجب بسعادتك. ممكن اكلم طنط؟ يمكن يا ربنا يهديني واكمل نص ديني وبطلت نطنط. هتجوز عايز اعرف لما بتكوني قاعده في البيت بتعملي ايه؟ لما بكون قاعده في البيت يعني ايام المدارس وما عنديش شغل بقوم من النوم الصبح بصحي عادل وافضل له قوم المدرسه، يقول لي شويه يا ماما، اقول له قوم المدرسه، يقول لي شويه يا ماما، بروح قايمه ونايمه فوقيه واقول له قوم المدرسه عايزه انام. المهم بيقوم بقى ويلبس وينزل يروح المدرسه، وبعدين
بقعد بقى انام تاني، انام مش تبقى عارفه عشان ما اكدبش، انا ما بكدبش عشان الكدب حرام. بنام تاني، وبعد ما بنام بقوم بقى كده قبل ميعاد المدرسه بشويه، وابتدي بقى اعمل الاكل واجهزه. انكل مجدي بيساعدك في البيت؟ بصي، هو انكل مجدي طيب جدا، يعني لاني ملبوخه قوي ومع حتاسه ومش عارف ايه، ساعات يساعدني بس يعني شويه صغننين يعني. بيعرف يطبخ؟ بيطبخ كويس جدا. ايه بقى بيعرف يطبخ؟ ايه الاكل اللي هو بيحبه كده؟ احلى حاجه بيطبخها انكل مجدي صينيه بطاطس في الفرن ومعاها لحمه. يعني ايه؟ كنافه. يعني كنافه. لا، بيعمل صينيه بطاطس حلوه قوي، وبيعمل رز واحده وواحده عشان ما بحبوش. هو بيعمل رز واحده وواحده يعني. نم 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 نم. جوعتي مش اكتر مني. طب سأذنك نطلع فاصل. بتطلعي فاصل كتير قوي على فكره. معلش معلش، ما تشربيش ميه كتير، الميه كتير بتدخل فاصل كتير. انا تعبت كتير معايا. لا معلش، عادي، تعبك راحه يا روحي. فاصل ونرجع لكم تاني في الليله مع جانا. ودي رجعنا لكم تاني مع الفنانه مها احمد. تعبتك انا النهارده صح؟ تعبك راحه يا جنى. انا عايزه بقى اعرف اسم بكابوزه ده جاي ازاي. اسم بكابوزه مبدئيا احلى اسم بحبه في الدنيا كلها، اسم بكابوزه بحبه جدا. ليه؟ اولا لانه لايق عليا، ثانيا لان عملت اول فيلم ليا كان كلم ماما، والفيلم كان اسمه كلم ماما. يعني كانوا مسمينه فيكي بكابوزه يعني. كانوا مسميني بكابوزه فيه، والفيلم كسر الدنيا، وكان وشه حلو عليا يعني. فانا بحب قوي اسم بكابوزه، وخصوصا ان لقيت الناس حباه جدا، وبقيت امشي في الشارع الاقي ميكروباصات كاتبين بكابوزه، محلات كاتبين بكابوزه. وحتى كان في وقعه حلوه جدا حصلت معايا، داخله اجيب شوز من محل، ولقيت صاحب المحل ندهني قال لي على فكره يا مدام مها، انا بس عايزه اقول لك على حاجه وما تزعليش. فقلت له ايه؟ قال لي انا عملت في العيد كوتشي، وكوتشي مبقلص كده، وسميته بكابوزه. قلت له ازعل ليه؟ ده انا فرحانه جدا، وطلبت منه ان يدوني جوز ماسك، بس ما ادونيش. طب طلع مقاسك؟ لا، ما هم قلت لهم ادوني جوز، هم كانوا بقى مصنعينه في العيد في وقت يعني كان من بعيد شويه، فما كانش مصنع منه تاني يعني. قال لي واتخطف، وكل الاطفال حبوه جدا. نزلتي الانتخابات ولا نمتي؟ لا، انا لسه، بس انا لان انا جيزه فانا لسه يوم 14، بس هنزل ان شاء الله. هتنزلي؟ وانا كمان هنزل. ده مهم جدا، انت اهم صوت الانتخابات هتقف لو انت ما نزلتيش. لا، لازم هنزل. ايوه، الشخصيات المهمه كده لازم ينزلوا ينتخبوا. بس الطابور بيكون طويل قبل ما تروح وتنتخب وتدب صباعك في الحبر. لا، ما هو لا. ما هم اخترعوا حاجه جميله، قالوا القصير قدام والطويل ورا. في اخر الطابور عقبال ما اوصل اسرع. لا، ما انت هتبقي القصير قدام والطويل ورا. انا فانا وانت هنبقى من القصيرين، فهنبقى احنا قدام والطول هما اللي ورا بقى. ما لو وقفت في اخر الطابور عقبال ما اوصل اكون كبرت. صح والله، عندك حق. تيجي نعمل تجربه على التمثيل كده، نمثل مشهد كده انا وانت. بما اننا كده نفسنا نمثل وبقالنا كتير ما بنمثلش. اتفضلي. حاضر. وانا قاعده ولا وانا واقفه؟ لا، هنقف على خشبه المسرح. هنقف على خشبه المسرح. اللي هي دي. طب ممكن تشيليني بس عشان لا، لازم تعودي. استني، احنا متفقين انا بقوم بالعافيه. حضني حضني قوي. يلا يلا. فين ده الورق بتاعنا؟ انت الورق بتاعك فين؟ انا هقف هنا. فين؟ انا حافظه، وحضرتك هتقف هنا كده.
انا اقف هنا؟ يمين شويه كده. يمين شويه؟ كده كويس. كده كويس؟ ماشي. بقول لك اقف انا ناحيتي. ماشي. ماشي. يلا. يلا. ولا اقول لك؟ ولا اقول لك؟ ما انا اقف انا. ما هو انا مكتوب عليها الشقه في البرنامج ده، ايوه. ها؟ يلا. هنبتدي؟ يلا نقعد بقى. ايه؟ خلاص احنا خلصنا المشهد. احنا خلصنا المشهد خلاص؟ النهاية يعني. خلاص. يلا. يلا. بس ايه؟ نحيي الجمهور؟ حاضر يلا. ايوه هنحيي الجمهور. يلا نعمل مشهد تاني. تاني؟ غير الأولاني؟ غير الأولاني. بس الأولاني كان مرهق. تعالي بقى أنت هنا. تاني؟ يلا. أنا عارف أنا هخس في البرنامج ده. المشهد خلص. برضه؟ تسقيف؟ سبحان الله. يلا نقعد برضه؟ جاهزة؟ طب تعالي بقى. طيب نرجع تاني. بس على فكرة التمثيل عندك سهل قوي. أنا ممكن أبقى أجي أمثل عندك على طول؟ جدا. يلا. ستاند باي تصوير. يلا. جاهزة؟ 5 4 3 2 1 أكشن. يلا يا أستاذ يلا. يلا. اسمعي أما أقول لك. لازم تعترفي بكل حاجة. أنا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي أم حاتم. مين أم حاتم دي؟ بلا أم حاتم بلا أبو طارق. أم حاتم أبو طارق؟ أنت قصدك دي جعانة ولا إيه؟ قصدك أبو طارق بتاع الكشري؟ رحت أكلت عنده مرة أصلي. ما أنا مش عارفة، أنا بسمعهم بيقولوا كده في المواقف اللي زي دي. بقول لك إيه؟ الحركات دي أنا عارفاها كويس. اعترفي أحسن لك. انت اللي قتلتي القتيله؟ وانا هقتلها ليه يعني؟ انت كنت بتعالجي القتيله صح؟ ايوه يا فندم. انت دكتوره ولا وني ذا بو؟ وني ذا بو كرتون. لا يا فندم انا ساقطة اعداديه بتقدير امتياز. امال ليه كنت بتعالجيها؟ بص يا فندم اصل ايه، سيبك بقى من الورق، اصل القتيله، ها القتيله قبل ما تتقتل كانت عايزه تعمل عمليه تجميل، فقالت بقى اروح لدكتور يكون كويس كده ومربرب كده وايه وعايز يعني يتخلص من السمنه، فراحت لكذا دكتور بقى كتير 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 فلقيتهم رفيعين قوي فما ينفعش، فقررت انها تجيلي انا. قمت انت عملت لها بقى العمليه صح؟ الله، ما هو كل واحد بقى على قد اختياره، واحده لجأت لي اقول لها لا. وبعدين عملتي ايه بقى؟ استعنت بقى على الشقه بالله وشمرت ايديا، ها، وابتديت بقى اشتغل. فتحتي ايه؟ بطنها طبعا. وايه عمليه التجميل بتبقى في البطن؟ لا ما هي عمليه التجميل بتبقى في الوش، بس انا بقى ايه معرفتش افتح وشها من انهي ناحيه، قلت ابتدي من البطن. وانت يعني هتفتحي لها الحته دي وتعملي لها العملية هنا؟ لا يعني هتعملي العملية هنا؟ انتي بتغيري؟ خدتني على خوانا. انتي بتغيري؟ الله والله لو عملتي كده تاني لا هقعد عليك افطسك والله. اقعدي عليا دلوقتي. لا احنا مش بنمثل دلوقتي. انت بتركبي الهوا؟ ايه؟ لا بركب موتوسيكل. تركبي الايه؟ بركب سكوتر. سكوتر؟ يلا نكمل الحلقة. يلا نكمل. احنا كنا واقفين فين صحيح؟ ايوه. حد يفتكر؟ ماتت في ايدك يا حلوة. لا ابدا والله ايمان دخشي مونة. دي كانت زي الفل وعماله ترغي 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 ترغي، فقلت بقى ايه اشيل كل الحاجات بقى اللي ملهاش لازمه بالمره. اللي هي ايه ملهاش لازمه؟ ايه الست هتموت في بطنها؟ حاجات كده ملهاش لازمه زي ايه بقى يا اختي حبيبتي؟ بصي كان عندها كليتين وبتاع 3 كيلو كبده كده يستاهلوا بقك. وبعدين سعادتك بقى ايه لقيت عندها بقى فشه وطحال وبنكرياس، قلت ما لهمش لازمه رحت رميهم في الزباله. نهار ابيض، قامت الست ماتت في ايدك. لا ابدا والله ايمان دختي ايمان، دي كانت مجرد بس ما شمت ريحه الكبده وانا كده بشوحها بقى لقيتها قامت راحت مطلعه رغيف وسمت كده وقعدت تاكل.
يا نهار ابيض، كانت كبدتها يا نهار مش فايت. ايوه انت مش بتسمعي عن ان فلان مثلا ان ايه تسمعي ايه اللي يقولك فلان قاعد ياكل في نفسه، فلان قاعد ياكل في نفسه. هي بقى قاعده تاكل في نفسها، تاكل في نفسها، تاكل في نفسها لحد ما شبعت. قامت ماتت متسممه. لا ابدا والله ايمان دكتي مون. دخلت انا بقى على الشفط، قمت رحت جايبه بقى مكنسه كهربائيه ورحت حطاها في بقها وقعدت اشفط 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 لحد ما ماتت. لا يبقى انت كده بوظت لها الرجيم يا نعنوعه. لا ابدا والله ايمان دخشمون. ابدا بس انا اصلي ايه حسيت كده بعد الشفط انها هوت شويه يعني، فقلت ايه انفخها بالمنفاخ. فجبت بقى المنفاخ بتاع العجله وقعدت انفخ 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 لحد ما اتنفخت. طب ماتت ولا فرقعت منك ولا طارت في الهوا علشان ما ربطتيهاش؟ لا هو انت كل شويه بقى تقولي لي ماتت 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 ماتت، هي مين هي اللي ماتت؟ الست اللي سلقت نفسها. الست لما 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 الست لما 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 والبيت البيت مية مية عسلية. لا استنى ايه المفروض نقول عليه كده؟ حاضر. الله ايه تاني؟ احنا وقفنا لغاية فين بس؟ خرجتيني من المود اهو. ايوه علاقتك ايوه اتقتلت. منى. منى فين منى؟ اختي منى؟ اختي منى راحت فين؟ ايوه اتقتلت. ماشي طيب لسه فاهم. لا بصي احنا وقفنا هيك. ايوه اتقتلت لكن لسه في امل في انقاذها. يلا نعد المشهد تاني من الاول. اقصد من الاول اتقتلت. فين اتقتلت؟ اهي ايوه هي اتقتلت. يلا قولي 5 4 3 2 1. يا عيني يا عيني. ها ايوه اتقتلت لكن لسه في امل في انقاذها. ازاي يعني اذكى اخواتك؟ بصي بقى يا ستي، لو قدرنا بقى نعمل لها عمليه نقل دم ولحم وعظم وشحم مع شويه صنفره كده ودوكو، ممكن بقى ترجع زي الاول تاني وما يقولوش انها رشه دواخل. حسبي الله ونعم الفيك يا بكبزه. انا بشكرك جدا انك قابلتي دعوتي النهارده ولكن للاسف وقتنا خلص. يا خساره خلص خلص خلص. انا عارفه ان انتي